الباصمة الخلفية ما بلها الدرجة يعني سريعة. احنا ما فكرنا زين حق المبرمج في شغلات سريعة مثل الفيس اللوك مال وان بلاس سريع جدا، دي كلها تأخر حتى المبرمج ما يدري شو اللي برمج. تبي برامج تشتغل كفاءة عالية ما في لعبة. الشيء الحلو اللي عندنا ان التعدد القطع وكل شيء تعدد. الشركة ما تدري شو اللي بتسوي قدام. مثلا لو تبي تصور شو تاخذ جهاز بيكسل 3 الحين احنا 2018 من متى نزل 4K؟ صدق ان انا اشتكي بعد من السكن مال اللي هو سامسونج اكسبيرينس اللي اصلا هو تاتش ويز. السلام عليكم، هلا فيكم في الجزء الثالث في فيديوهات الحوار بيني وبين علي عن الاندرويد والايوس وشنو الافضل وكل شخص والاشياء اللي يحبها في الاندرويد والاشياء اللي احبها انا في الايوس. فنبدا معكم الجزء الثالث الحين. ميزات الاندرويد ان السكنات الكثيره المتعدده اللي تحس انه نظام ثاني بعض من كثر ما يحطونه في مواصفات. احيانا تصير مواصفات كثيره كبلوت وير يعني شغلات تثقل على الجهاز. صح، وفي شغلات يعني مفيده وفي ناس يحتاجونها مثل لاير بلاستر، في ناس يظلون يستخدمونها. لا انا ترى الوالد اذكر يوم كان عندنا الجي 7 وحطيت اللاير بلاستر قام يمشي ويشغل مكيفات انا اكلمك عن التطور. انت لا تقول لي ان احنا وصلنا في 2018 ونحتاج الهيدفون جاك، لنحتاج الاير بلاستر اللي موجود كان نوكيا كنسلتها في اخر وقتها، نحتاج اشياء سامسونج كانت ميزه فيها قديم وكنسلتها. ليش كنسلت سامسونج؟ شالتها في السن 7. اوكي ذا في اشخاص يحتاجونه، بس انت اذا صرت تبي تقتل التغنيه لان نزل فيه شيء جديد افضل منها. احنا ما نقتل شيء ما نحتاجه، احنا نقتل شيء انه قديم ونزل بديل عن يعني الهيدفون جاك ذا المدخل للسماعه. ابل كنسلتها في السكس اس. انت لو انك تجلس معي اهلك قبل السنوات دي ما استخدمه انا، قبل انا كنت استخدم بلوتوث، يعني كنت استخدم السماعات البلوتوث، كنت استخدم هذه شريحة قبل بعد كنسل هابل الكويت كامفورت. إيه لأن أنا أدري واير، يعني التطور إني أكنسل واير، التطور إني أسوي شيء وايرلس، التطور إني أكنسل AR دي وأخلي بالبلوتوث، أخلي بالبلوتوث، أخلي بالوايرلس يعني بالواي فاي بالوايرلس شاب كله بالوايرلس. يعني هذا التطور سمارت هوم. أوكي أنت لا تتعلق في شيء يعني أقول أنا هذه الميزة انا احتاجها وتشوف شركات ثانيه كنسلتها وقدمت عنك. انا اقتل شيء عشان ابني شيء جديد، هذا اللي ابي. هي ما بك حاجه، هي كمس يعني تساعد، يعني ما اقول لك تقدر تلقى رموز المكيف، بس يعني تساعد انك تشغل المكيف. اوكي بس ما مميزه اللي احتاجها مثلا مثلا راحه يعني مثلا اقول لك اياها تقول لي الهيدفون جاك، هذه ميزه مش ميزه كانت موجوده في الجهاز، كانت هي ستاندر ما بميزه تعتبر ستاندر كميزه تحتاجها. الى الان سامسونج تتمسخر على ابل نشلتها، بس هل سامسونج بتشيلها ولا ما بتشيلها؟ بتشيلها. الاشاعات الحين الـ A8 ستار تقريبا اذا مخبضني اسمه بينزل بالهول بحفره بالشاشه. هذا ما في هيدفون جوك. انت تتكلم اوكي من دي يحتاجها من كلامك. انا اتكلم لك ان احنا كمستخدمين ما نعرف التغنيه اللي بتصير قدام، الشركات هي اللي تمشينا حق التغنيه. لا تقول انت اللي تحتاج، انت ما تدري ايش اللي تحتاج. انت لو انك تدري ايش اللي تحتاج ما تدري ان الجوال بيصير فيه قلم، ما تدري ان الجوال بيكون فيه كاميرتين او ثلاث كاميرات. الشركات اللي سوت ذا الشيء، الشركات هي اللي بنت المستقبل حق اللي قدام. تطور الشيء نزله في السوق بيعجب غيرك بيقولك هذا طريق للمستقبل خلاص. اما اني انا اجلس على ميزات القديمه، انا بجهاز فيه كيبورد ليش ما بيعتبر ميزه انك لمسي تلمس الشيء؟ ما يعتبر ميزه الكيبورد الحين احسن ما يعتبر ميزه. الحين في ناس يروحون يشترون بلاك بيري ايش اسمه البورد الاخر واحد من انا معني من الناس اللي يشترون لان فيزيكال كيبورد حبات بس تعتبر ميزه لهم، ميزه. انا اقول انا ما بشتري الا ذا لان ابي الحبات هذه انا. والتقنيه ما راح تجلس على حق 100 شخص ولا 200 شخص، التقنيه راح تمشي قدام. التقنيه اللي موجوده عندي اني انا جالس في امريكا، انا لو ان ابل ما طلعت وما سوت جهاز بالتاتش كامل، عرفت شلون؟ ما اتكلمك عن اندرويد، نوكيا كانت موجود في اول. ابل لو ان ما سوت دش ومشت العالم كله مشى عليها الحين، كان انا وانت انا الاجهزه اللي اشتريها هنا كان راح اشتريها من السعوديه عشان فيها كيبورد عربي. اوكي هذا يعتبر ميزة إن قامت خلاص ما فيه، خلاص جهاز تشتري من أمريكا في السيتنج في الإعدادات تخش وتغير الكيبورد وتستخدمه تضيف كيبورد تضيف الكيبورد. هذا يعتبر الميزة، يعتبر حتى أعداء أبل يعرفون إن أبل هي اللي تقود التكنولوجيا. من اللي يقول لك إن الشركات اللي تمشي من ذي الشركة ما حد عندها جراءة وتقول لك هذا ذي يتكنسل هذا البديل حقه ونمشي كلهم يمشون وراها. سامسونج حاولت في السكس شالت اللي هي المايكرو اس دي الخارجية،
الباكلاش مالها لان كل الناس يبون مايكرو اس دي. السنه اللي بعدها رجعته وليومك الحين ما شغلته. ويعتبر المايكرو يو اس بي لو انك تمشي على التقنيه وتمشي على الاس دي الاس دي الذاكره الخارجيه يعتبر شيء سلبي. اوكي شيء ايجابي في الجهاز، بس هل بستخدمه؟ ما راح استخدمه لان يبطئ الجهاز. الجهاز بروسيسر يعني معالج انك تفتح صوره، الصوره موجوده في الاس دي ولا موجوده في الذاكره الجهاز الداخليه؟ الجهاز راح يدور وين موجوده، هنا ولا هنا؟ ذي ترى يبطئ في الجهاز. وسرعه الاس دي الذاكره مو بسرعه يعني لها قراءات ما بسرعه مثل الملحم في البورد نفسه. فهذه كلها سلبيات في الجهاز. فتناغم حق كيف يعني في النهايه شو اخترت؟ اخترت ان عندك تعدد في الاجهزه. احنا عندنا تعدد في الاجهزه. ثاني شيء اول كانت بس جهاز واحد، صار جهازين كبير وصغير، يعني فارق ما بينهم كونتر من روم واحد وبطاريه وحجم الشاشه. في الاس والاس بلس هذا كبدايه، اي في كبدايه اي في البدايه. بعدها عاد كاميرا زياده بس واحده اللي هي تلفوتو. الكاميرا زياده والشاشه الاكبر يعني ظهر اي هذا بس شاشه اكبر بطاريه اكبر روم واحد يعني ما في شغلات كذا. ما كنت يعني عندكم تعدد. هذا حلو انك ما تحتار بالنسبه لي. ما في ناس ما يبون نفس الجهاز هذا، ما يبون نفس الجهاز اللي عند كل الناس. مو بكل نشتري من شركه واحده عادي، اقدر انا اختار يعني من اي شركه ثانيه اقدر اشتري. انا ما مو لازم اقول لك يعني سامسونج إيه سامسونج يعني تقدر لا بس لو انك تفكر فيها زين انك بتروح حق الشركه اللي هي افضل شيء من ناحيه التقنيه عندك، من ناحيه الاستقرار النظام، من ناحيه دعم النظام. اما انك تروح تقول لي ذي الشركه احسن وذي الشركه تدري ان ايش السلبيات اللي فيه، ذي الشركه تدري ان هي يعني انا شريت يعني الجهاز جديد، انا ادري ان لشريت الجهاز جديد اقل حاجه السوفت وير الجديد عندي. صدق انهم جابوا العيد فان نزلوا اندرويد اللي هو اوريو 8.0.1 ونزل بي اندرويد بي كل سنه 9. سامسونج تنزل الجهاز الجديد ولين الحين للحين احنا قاعدين نسجل كم 15 ديسمبر لين الحين النوت 9 اخر شيء نزله لتو منزلينه من كم من قبل ثلاث شهور تقريبا ما نزل اندرويد بي. ليش؟ على انهم قاعدين يشتغلون على اندرويد بي هو السكن الجديد مالهم من الصفر مسوينه. اي بي باي اختصار الحرف حق اوكي لان طيب. جالسين يشتغلون على السكن مالهم. فهذه المشكله بالنسبه لي. انا ليش افضل ابل؟ اول شيء افضل ابل ان جهاز واحد ينزل بالسنه، يعني لو ان احب التغيير بجلس على اندرويد لازم تطامر من الاجهزه. ثاني حاجه ابى اطامر من الاجهزه على كلامك ان بنزل بالاجهزه، لكن انا بالنسبه لي يعني عندي ايباد، عندي ايفون، عندي ماك. السلسله طبعا الايبود الغيره السلسله هذه كلهم الاجهزه كلهم كيف التناغم بينهم؟ كيف اني اذا حطيت الشيء في الايباد اروح في الايفون اشوف في الايفون؟ كيف اذا حطيت الشيء في اللابتوب اللابتوب حقي سطح المكتب حقي موجود في الايفون؟ يعني اي شيء حطه في سطح المكتب عندي في الماك اجي في الايفون افتح اي كلاود موجود على سطح المكتب اشوفه في الايفون. يعني طلعت برا رحت للكلاسات ولا شنو. انا طبعا استخدم الويندوز بس افضل ابل في الاستخدام، لان مثلا اي شيء في الكمبيوتر حقي موجود في الايفون، اي شيء في الايفون يعني اجهزتي كلهم كجهاز واحد. التناغم هذا مستحيل تشوفه في الاندرويد لو تحاول تحاول ما انكر. يعني مثلا انا لو نبي جهاز ملم لحق كل شيء كخدمات ابى اقول اخذ ابل. لا لا بس ما تقدر تاخذ بس الايفون، لازم تدخل كامل يعني تاخذ ماك تاخذ لا اكلمك خدمات مثلا نقول تاخذ ابل كامل انت يعني تدخل في النظام الايكو سيستم النظام العربي المنظومه. لا بس بكلمك انا عن حتى لو نشرت ايفون، يعني انا الحين مثلا لو عندي ايفون بس انا في الايفون اقدر استخدم سيري، اقدر استخدم اليكسا، اقدر استخدم جوجل حقتك اقدر استخدم هانج اوت، اقدر استخدم دو، اقدر استخدم اي شيء عندك ميزه من جوجل او من اي شركه اشوفها عندي. عرفت شلون؟ انت ما تقدر تستخدم بس لها حدود عندكم مثلا لها حدود، يعني ما تقدر تخلي المين اسيستن هي المساعد الاساسي جوجل اسيستن ولا كورتانا ولا اقدر استخدم كورتانا ما موجود عندكم صح؟ موجود عندنا كورتانا تقريبا عندنا موجوده إيه؟ بس اتكلم انك اني انا اقدر استخدم مثلا انا عندي اي كلاود، عندي جوجل درايف إيه؟ عندي الون درايف، عندي كل ساعات التخزين، عندي اي كلاود بعد. انت ما عندك اي كلاود، انت ما تقدر تنزل سيري. انت انا سيري ما اقدر انزلها، اي كلاود بدي نفتحها بصفحه صفحه متصفح. ما صفحة. انا بتكلم يخش في النظام حقك ما فاقول لك ون درايف اي مسج تستخدمه اي مسج بالتاكيد ما اقدر إيه فاقول لك ان الجهاز الايفون يلم لك الميزات اللي موجوده في الاندرويد، يعني كسلسله يعني جوجل وهالاشياء تدعم الاندرويد بميزاتها وتدعمها في جهازها. يعني اذا تشتري الايفون عندي كل ميزات الكروم او برنامج جوجل افتحه واشوف حتى الطياره حقتي والاشياء بس انت في احتكار لجوجل اسيستنت وتطبيق جوجل وكل شيء. لا انا اقدر اسحب يسار، اقدر احمل لانشر اسحب يسار موجودين كلهم، يعني موجود له صفحه جوجل
صفحة تطبيق الجوجل. انا ما ابي انا الصفحة هذه كذا موجودة اللي هو الفلايت كل شيء. انا اعرف بس انا اكلمك ان عندي كل الميزات. انا ما انت عندك كل الميزات بس ما تقدر الرئيسية. عندك كل الميزات بس ما تقدر تخليهم الاساسية. ما تقدر تخليهم تضغط هذه الحبة وتشغلها. يعني انا اقدر احمل الكورتانا ولا شيء واقدر اخليه هي الاساسية واضغط الحبة وما تشغل. انا اقدر اخليه الشورت كات. شورت كات مع التحديث الجديد. بتكلمها بقدر اخلي شورت كات بس انا اكلمك شو شلون تخلي اهم شيء في اختصارات شورت كات لو تخليه بس تخليها تضغط يعني إيه. وش تضغط عشان تشتغل انا الحين في الاشياء دي اللي عندي انا اكلمك إن يعني انت ما بنتوا الحين تضغطون الباور مود عشان تشغل سيري إيه. تقدر تخلي الشورت كات اذا ضغطت الباور مود تشتغل جوجل سيستم. لا انا اقول لها فتحي انا مثلا الشورت كات اكتب عليه مثلا انا الحين عندي لو اني افتح مثلا في جوجل افتح فيديو في اليوتيوب اضغط شير كوبي لينك انا مخلي كوبي لينك لقيت لها مثلا هي سيري داونلود ات اشتغلت هنا داونلود ات انا مختار قلت لها داونلود ات تفتح لي الشورت كات بالحاله انا الكلمه دي احطها وتحمل المقطع انا مخليه ومخليها توصل حق الشورت كات انا بكيف اسوي نسخه وانا بسوي بعد ميزه في الفيديو الجديد عن ميزات الشورت كات بعدين مثلا انا اقدر افتح سفاري واخلي صفحه سفاري بالشورت كات اقدر اخليها سودا دارك مود ولا شيء اخليها كذا انا بكيفي بالشورت كات اقدر اسوي شيء واجد اقدر بالشورت كات اسوي جافا وكل شيء انا منسقهم كلهم روابط صغيره محطوطين منسقين كل شيء انا الشورت كات ديلي ما بعرف شلون انا من طلعت من هي الاي او اس انا طلعت من الاي او اس انا اذكر قبل تقول ما في كستمايزيشن ما في شيء انا شفت اقدر اسوي لونشرات كثير يعني بلونشرات في الاندرويد الحين انا بعد ما طلعت بعد طلعت لي وقت مدة طلعت له الشركات ديلي توهم حسيت انه يعني هذا من الشغلات البدايات اللي تقدر تقول علاقه تقدر في كاستمايزيشن في بس قبل ما راح تسوي اي بس الثيم لان لقيت لك ابل الجهاز حقك بيتم معك ذي كل فتره وما راح يعلق بهالاشياء انت اذا لعبت فيه راح يعلق ابل تقول لك هذا ستوك هذا النظام حقك وهذا الشكل حقك كل شيء الميزات تزيد على ما يزيد المعالج على ما يزيد هالاشياء لكن مثل ما تقول انا بالنسبه لي ما راح اعمل بالخلفيه ولا شيء يعني الخلفيات اقدر اغيرها ما راح اعمل خلفيه صور بس ايش تبي يعني ابى اغير الشكل وكل شيء لا اللايف وول بيبر شيء عندنا اللايف بيبر لايف فورس بس تحرك لا لا مو فورس شيء تحرك كذا نفس انا محملت الخلفيات مالت اللي هي البكسل 2 الشاطئ اللي تحرك أبل حاطين أول ذي الدوائر اللي تتحرك. الدوائر تتحرك لا بس تحمل أنت لايف بيبر. هذا أنت تقدر تحمل لايف فويل بيبر. أنا ما أبي الأشياء دي أنت لجيت أنت تزيد على النظام أنا بالنسبة لي الناس الحين يدورون البطارية مدى أقوى ما بدو يدورك متى إذا جهازك متى يخلص بطاريته تتحط اللايف بيبر وأنت جهازك 3500 ملي أمبير هذا. 3500. في الأندرويد إن تتكلم أرقام أبل ما تتكلم في أرقام هذا أفضل شيء بالنسبة لي تحط الأشياء. ذي كلها سلبيات في الجهاز انت بعدين تقول جهازي بسرعه يحمى انا تقول جهازي ليش خلص باتري الرام تنوكل الرام حقكم كلش معدومه في المانجمنت يعني عندك ابل ما عندها هالاشياء النظام حق انا افكر اني اخلي الخلفيه سودا فك نفسك انا الحين انا ما لان الاولاد خلفيه تقريبا سودا وبس الحين خلاص نوقف المقطع هذا ونبدا معاكم جزء رابع ان شاء الله في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لك المقطع والسلام عليكم.